بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن بالله بإنها دي اللي يراهدو شرع كتاب كمسائل الجاهلية وشمع عبد الوهاب سكلي هاي نوى كان ميسرنا شرحي الشيخ صالح بن الفوزان قال وحوسو دي جري ومدينة نقوه الرئيي أنبياء يا رسول وناقة سياح معان تنعو قد ديقا دات كونا وقتها ويهلاك سنان جرين وقتها قار كونا مركز رسول خلافان ويحمان جيرين ووحي نقون جيرين داد جاهلية كسوغان ومقدي كجرة هدي أنبياء الله خلافه ووحي الله خلافه جاهلية لو نقونا جاهلية هو أمارتي وحالا قلل جاهلي ملكي رسول كينا صلى الله عليه وسلم الله صوت ديرينا خلق قد أنواء وكو انتفاعي وأن حريص قوذو أها رسولك صلى الله عليه وسلم هنون يدين حقها للا صوت ديري وجاهلية دي واحد بدن وكميد الساس أي كزو شيء جاهلية دي عام كاهين ويكبح حدا ماشى مركي رسول كنا صلى الله عليه وسلم لكن جاهلية خاصة ومرك قارك وقت معين لاركو أما مقالوين معين لو أركو ويدعى وحقي ولا قتغه هو باطل كل وده وحكر مع جاهلية مرك شيخ الكتاب كان اللي في الله أن حريسته وحافر بدن وودر يا ماي أو dadku ay ka tageen haqi oo ay raaceen ahlu kitaabkii naga horeeyay iyo mushrikiintii noocyadoodi kala duwanaa ama carab ha noqdaan ama hindi ha noqdaan ama turk ha noqdaan ama farisiin ha noqdaan umadaha mushrikiinta way badnaayeen yaa un maratay ay ku taasuran dadka qaarkood wuxuu markaa taalacday oo kitaabkii sunnadiiba uu ka helay in rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu jahiliyad khilaafi jiray وأنا أودي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا ومشركين تألو ضيضه أو لشبهه ولكن كل هذه جاهلية الإشارة عليه السلاحان واتي إسلام ككور رئيسي لكن سواحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلية كو خلافي جاهلية ينكو هري وحيو كو خلافي يشيخ أروريي أو دادكو نصوه بندقو ودوني ولي وحيابا وكهد لايو قار كود ووحيابا أنبيو هوري ay maaragtay dadkoodii ku khilaafeen jahiliyada ku sugnaa marka maadaama rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu noosoo naqliyo isagoo soo gaarsiiyay yey waxay noqotay sidii in rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu khilaafay markaas jahiliyoyinkii horeeyay marka jahiliyo adii la yiraahdo hal qeexo waa xaalad ay ummadu ku sugan tahay intaan hanuunka alla u imaanin xaalad ay ummad ama qaar ka mid ah ummadaasi أني أجيبينين هنون كي على. مرك الرسول صلى الله عليه وسلم حال لقى سودح ساري قوم أميينا. وأن كتاب قرنين. وحكى الله صلى ساري ده كتاب كي قرن آية. لكن كتاب كوديس كديدي. وقف كي رسول كي نديدا. نبي جسنا وأوديد. مثلا يهود أو كره. مرك النبي الله عيسى ديدين. من نبي موسى رأسين. ما يمر عسنا. ما أعرف النبي والبابا النبي كذا مبايا. يقدر دار مجرى كان مركا نبي عيسى رأسنا إيه نبي الله محمد كدي بلا صوت ديري إيه أن رأي نبي الله محمد يسوي النبي عيسى من رأسنا النبي عيسى هو شاقي إلا رأي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا جاهد عام كاي وقتي وقت رسولك صلى الله عليه وسلم كو رئيسي لكن مركي رسولك صوت ديري صلى الله عليه وسلم كدي برسولك وحيه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي بأمر الله لا يضرهم من خذرهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس يعني أمد إذا كوح كميدة يكزو لميسو إن أمر كان لكو تاقن تاهي وقفك هوجيا وقرقاري وايا عن وحكا قادينين وقفك خلافة عن وحودي بينين إلا أمر كان لكو كيمادو يغو ماركتاي داتك مارتا ظاهرين كأه وقال لكو قولي أما مارتاي حوك هنقطو هي علمي با أما علم كليا مرك لكن زمن مطلق وكل جسود الجاهلية مرك رسولك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كدب مجره حذيفة مرك الحديث كده يرى
oo ma aragtay sharta iyo khayrka uga hadlay weydiinay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ka hadlay wuxuu yiri inaa kunna fi jahiliyatin wa sharr jahiliyatin sharban kusugnayn buu leeyahay waa islaamka ka hor moqti fa jaa allah bi hadha alkhayr allah khayr kan noo keenay buu leeyahay fa hal ba'da hadha alkhayr min sharr khayr kan shar ka dambaysay ma jirtaa weydiinay rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka waxaan leeyahay midalan dadka muasiriinta qaar kood iyo xarakaadka jamaacadka qaar kood ay maartay jahiliyad ku itlaaqayaan mujtamaacadka muslimiinta iyagoo rasuulkii raacsan sallallahu alayhi wasallam khaladaad bay iska jiraane oo la jahiliya muslima oo mutbiqa oo waxba ka tagin baa jirta ilayhiin waa quluwi ay la yimaadeen sida ninka qoray jahiliyatul qarn al-ashirin oo kale maxamed qutbi oo ku qaldan yahay itlaaqa noocaas oo kale laakiin jahiliyo maaratay juz'i ah way jirtaa oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri innaka mar'un fiika jahiliya waxaa tahay qof jahiliya ku jirto markaasna wax kalama samaynin maaragtay nin buu ku caayo hooyadiisu marka wax kasta oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu khilaafahay waa arrin jaahili ah marka jaahiliyadu marka qaarkoodna gaalnimay noqotaa sida alla uu yiri yadunnuuna billaahi gayra alxaqi dhanna aljaahiliyati jaahiliyadu maladoodii yaa alla ku malaynayaan afa xukma aljaahiliyati yabguuna yacni jaahiliyadu xukunkoodii miyay doonayaan waa dad aan moogta islaamka shaqo ku lahayn bay ahaayeen oo iyagu waxay rabaan iska jideeya jaahiliya marka nooc kale jiro macsi ah waajib laga tegey ama xaaraan lagu dhacay oo gaalnimadii ka sokaysa marka qofka jaahiliyadaas macsida ku dhaca waa gaaloobay lama laha sida ahlu sunnadu ay qabaan waa tii marka waxaa soo gelaysa tii abudar rasuulku sallallahu alayhi wasallam uga xanaaqay oo kale innaka mar'un fiika jaahili oo haddaan sheegayn ama qofku maaragtay qabiilkiisa iyo sharafta ciddiisa iyo uu ku faano ama qofkii dhintay oo loo ooyay iyo wax noocaas oo kale sida xadiistu ay sheegtay jaahiliyaas waa jaahiliya macsi ah waxaana waajib ahlu jaahiliyadii in la khilaafo oo aayadii iyo xadiistii taa way ku kulansan yihiin khaalifu lmushrikuun uu leeyahy marka rasuulka sal sla slam imanka mushrikiinta ahaa khilaafa buu leeyahay markuu ka hadlaya garka iyo oo garka sii daysta buu yidhi shaaribkana maaragtay iska gaabiya meel kale ansaarti buu la hadlayay rasuulka sal slam oo matalan garkoodii oo kale uu cad yahay macnaha ciru isu bedelay kulligiis markaas wuxuu yidhi xamiru wasafiru yani gaduudiya oo cilaan iyo waxmarsada wasafir wakhaalifu ahla alkitaab alkitaab khilaafa buu yihi rasuulku sal slam waxyaaba fara badan baa marka xadiis ay sheegaysaa oo maaragtay ahlulkitaab khilaafa la leeyahay yahuudi khilaafa la leeyahay matalan kabooda kuma dukadaan aayado marka magacii jaahiliyada aan sheegayn baa jira laakiin macnihii keenaaya marka la leeyahay gaaladii ha raacin hawadooda iyo wax naftooda jecesha de waa jaahiliya ma ogta walaa tattabic ahwaa'ahum cama jaa'aka min alxaq walaa tattabic ahwaa'ahum dhowr jeer bay soo noqnoqotay walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuuna marka kuwaas aan waxba garanaynin yaa soo gelaaya waa qof kasta oo shareecadii khilaafaa soo gelaaya hawadoodan maxaa laga wadaa waa waxay iska jecel yihiin oo ka muuqda mushrikiinti matalan oo hadyigooda daahirka ah oo diinkoodaas baatilka uu keensanayo waa waxay jecel yihiin maogta marka inaad waafaqdo iyagii waxay noqonaysaa waxay jecel yihiin adoo raacay nusuusta qaarkeed waxay caddaysay cirib xumada u dambaysa qofka dadka jaahiliyiinta raaca walan ittabacta ahwaa'ahum min baadi maa jaa'aka min alcilmi innaka idan lamin aldaalimiina yaa lau leeyahay nimaanka ahlukitaabka haddaad ahwaadooda aad raacdo markii cilmi uu ku yimid kadib daalimiinta baad ka mid tahay walan ittabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir marka goodii aad u daran baa ku jira maaragtay loo goodinaayo dadka yuhuudda iyo nasaarada jidkooda qaada markii ay cilmi yeesheen oo qur-aankii sunnada ay wax ka garteen kadib marka waxa ay la gaar yihiin oo lagu raaco nimankaa gaalada ah waa hawadoodii la raacay noqonaysaa bal hawadooda waxaa lagu raaci karaa wax intaa kasii hooseeya man tashabbaxa biqowmin fahuwa minhum buu yihi rasuulka sal slam qofkii qolo ku daydaa iyaguu ka mid yahay marka hadalladooda iyo ficilkooda iyo labiskooda iyo ciidahooda iyo cibaadaadkooda iyo waxaasoo dhan oo annaga aan naloo jidaynin oo sharciyeenna uusan sheegin ama aan la qirin nalagu qirin annaga inaan ku raacno yaana looga digay oo goodigaas daran uu ku soo arooray sheekh islaam ibn taymiya wuxuu leeyahay xadiidkani xaaladiisa ugu hooseysa ahi oo ugu yari waa inuu keensanaayo inay xaaraan tahay in gaaladii lagu daydo oo tashabbuh la sameeyo inkastoo daahirkiisu uba gaalnimo sheegaayo waxyaabaha kale oo looga digay in jaahiliyada la raaco waxaa ka mid a oo nusuustu ay tusinayso in laga waramay wax ummaddan ka dhici doona oo ah jidadkii dadkii hore inay raaci doonaan
marka jiidka dadka hore raacaysan waa maxay waa lagaaga digaya raaci waay macnuu la tattabi'una sanana man kana qablakum dadkin ka hore jiidkoodi baad raacaysan shibran bi shibrin taaka taako wa dira'an bi dira'an dudun dudun hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tuhum fasana abaa salugu alayda la yiraahdo godkeeda haday galan hatta idinku la geli leeyna waay macnuu markaasan waxaan niri bay yiraahdeen al yahuudu wa nasara ma yahuudi nasarat ka wadaaba niri qalu uyir faman oya kale hadiiska bukhari muslim baawari marka shuraacdu waxay leeyihiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay oo cadeeyay in ummadiisu ay bidcooyinkii dadkii hore iyo hawadooda ay raaci doonaan waana uu ka digay rasuulku sallallahu alayhi wasallam arrinkaas marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu jeclaan jiray inuu ahli kitaabka uu khilaafo iyo gaalada oo dhanba ummadiisana wuxuu uga baqi jiray inay gaalada raacaan marka waad raaci doontaan waa khabar asal ahaan laakiinse macnuhu waa maxay waa nahy in la raaciya la diidaya marka diinka islaamka waxaan ahayn hamilacsinina oo dhinaciisa haadinina waay macnuhu ajuri kitaabkiisa shariica baab buu caqiday uu ku magacaabay baabu dikri khawfi nabiy sala allah slam sheegii la sheegaayo cabsidii rasuulka sala slam uu cabsanaya calaa ummatihi ummaddiisa wa taxdiirihi iyaahum iyo wadigiddii uga digaayay sanana man qablahum min cumam jidaadkii dadkii ka horreeyey ummadihii ka horreeyey wixii marka jaahiliya loo nisbeeyo waa wax la diidan yahay oo la caynaayo oo diinka islaamka ku xun oo munkar ku ah macno kale malaa wixii jaahiliya loo nisbeeyo aragtaba waxaa noo imaan doonta walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyat alula id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya xamiyat aljaahiliya iyo kii aan soo sheegno abu dar innaka mruun fiika jaahiliya la yidhi marka tabarujkii waa la caynaayaa jaahiliyadii horeysay way ku jirtaa meesha in la caynaayo iyadana waxay ku tusinaysaa marka in looga daydo gaaladii arrimaha noocaas oo kale in la diidan yahay xamiyat aljaahiliya waa la caynaaya marka ummaddu way isku waafaqsan tahay inay xaaraan tahay in gaalada lagu daydo oo ay waajib tahay in la khilaafo duduub ahaan way isku khilaafsan yihiin furuucda qaarkeed in laisku khilaafaa dhici karta oo maaragtay culimada qaarkood ay ictiqaadsan yihiin waxaani inaanay hadyigii gaalada u gaarka ah aanu ahayn ictiqaadsan yihiin ama wuxuu arkaaba in daliil kaleoo raajaxa uu jiro xataa ahlu bidca hadday wax maaragtay la gaar noqdaan oay ku caan baxaan in layska ilaaliyo iyo ahlu cilmigu ay sheegi jireen marka waxaa naloo diiday waqtiga qoraxdu ay soo baxayso in la dukado iyo waqtiga ay dhacayso maxaa lagu cileeyey qarnay shaytaan bay maaragtay kasoo dhalataa una dhacdaa baa layidhi waxiinaydin yasjudu laha alkufaar markaasaa gaaladu u sujuudaan baa layidhi marka qofka muminka markuu sujuudaayo oo u dukanaya isagoo allu u dukanaya oo qasadkiisu wax kale kuma jiraan dadka qaarkoodna ama dadka badankoodna maba ogaba soo bixidda qoraxdu ay soo baxayso ama maaragtay ku dhacayso qarnay shaytaan gaaladu inuu sujuudaan xataa ma oga haddana saas ay tahay rasuulku sal alay slam waqtigaas in la dukado waa diiday oo u ekaanshadii yaa baabkeeda la xiraayaa kulligiis marka wax mushrikiintu ay samaynayaan oo cibaadaad ah ama maaragtay oo gaalnimo noqonaya ama macsi noqonaya muminiinta waa laga reebay yaysaba ula jeedin qasadkii gaalada eh waxaa la diidan yahay marka baabka in la furaaba la diidan yahay marka kufaarta in lagu daydo ahlu bidci in lagu daydo lama ogola waa xaaraan culimada qaarkoodna meel maaragtay adagayba gaarsiiyaanba tashabuhaas gaalada lagu dayanaayo oo maaragtay khatar ah sheikhu wuxuu leeyahay shimxaan cabdulwahaab هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها ومسائل ورسولك صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وكو خلافي كو ذا كتابيين تا يكو ذا أميين تا أهبا شرحوا ذا منو إمان دون هذه الليرة ووقفك مسلم كان كمار من إنو برتو أو قرتو فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء yacni waxa wax dhid u ah oo kasoo horjeedaa wixii kasoo horjeeday yani wanaaggiisa waxaa muujiya wixii dhidka ahay oo xumaabaa muujiya marka xumaanta marka la garto wanaaggii baa kuu muuqanaya xumaanta jaahiliyada marka la garto wanaaggii islaamka kuu muuqanaya wa bididdihaa tatabayanu alashyaau wuxuu waxay ku caddaadaan ay ku soo baxaan marka dhidkiisa la ogaaday wax kasoo horjeeda marka qaybta horena shadriga horena nin baa iska leh shadrigaan dambana متنبي واسكله فأهم ما فيها وأشدها خطرا وحاقو مهم سن جاهلية ذا كجرة وقونا خطر بضا وعدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
وإنهم بل الرومينين وهي رسولك صلى الله عليه وسلم أولا يمين. فإن انضاف إلى ذلك تأتي كسي درسنته استحسان ما عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية وحيكس جيهين وكل قرحان هذا تمت الخسارة خسارة وإذا ميسر أنتي كما قال تعالى سيدة ألأ يري والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هو باطل كالرومييي ألنا كقالوا بي هو سوى كوا خساري. شيخ شرح كتابكم الكبحول لي هاي رسالة عن حكمتها هاي كتبتي شيخ محمد الوهاب مقعد ومسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فحكو جربوا لي أمرك رسالة بقول يو سيدة يلاباتن مسألو فحنون ملايين عقيبتا نوري هذا مقدمة عمل اسكاء هذه مسألة لقدقو بقول يو سغال الاباتن مسألة نقونيسا. وحنا شيخو كلا صوب بحي كتاب كي سنة دي أقواش أهل العلم دا. دانتا لقل لي أنا وام حي وين مسلمين تي لبرارجيو سي أي مسائل شال الشيقة وقفوا قادان صوب طوح هذا خطر بدن. شيخ كتاب كالي في وهو عديين مسايشان أيين وح رسولك صلى الله عليه وسلم وكو خلافي أهل الجاهلية دي أو كتابيين تي أميين تي كتابيين من حالة قوضا وأهل الكتاب كيو يهودي نصارى محايا اليهود كتاب بيليهين تورات يعال أكسو دجي نبي الله موسى نصارى كتاب بيلهايين وإنجيل عيسى اللي قسو دجي ساسا اللعو مقعب أهل الكتاب إنيهين وتورات دو دادو حكو مقعبان أهدي قديم كابي كو مقعبان وما أسفار قديم إليهين إنجيشان وحيران وعهدية عصباء وجديد كها ساسي أيو كوشية والله كتابه ووينو ألا أسود جيه ولا بالنبي وشرف بدن وكسود جيه وموسى عيسى عليهم السلام توراتكم بس يجرت صوبته وكتاب آت ووين إنجيل كنا تورات دي بودا مسترايا أو رمينا يا سيدا سامر كل عقوم عابة أهل كتابه معنا كتاب بالوسود جيه أنبياء دودي سيد الله كلا سار يغا إيو ذاتك عن كتاب حيسنين أميين محالك ودا عرفت بالك ودا أو aan la asdiino la soo sheegay shaqo ku leeyin iyagu ummiin maxaa loo magacaabay waa ummi jamciis mufrad kuwa maxay waa ummi maxaa loo nisbay al um baa loo nisbay waa hooyadi moogtay ummi marka waa qofka wax qorin oo aan wax akhriinin baa la yiraahdaa sababtoo ah iyagu wax ma akhriin jirin waxna ma qori jirin sida qaalibka kitaab soo degana ma jiro quraanka ka horreeya iyaga maaratay ay heesteen sidaas marka ummiin loo magacaabay سيد الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الله وامدكم أميين تكسر ده ساري رسول أيها كاميد آه يسيد الله يقول وما آتيناهم من كتب يدرسونها وحا سياق كجريك ومارتي نبي رسول صلى الله عليه وسلم وحلو سود جي سحر يكو شاق موقتاي لبين عبورتي مركز الله يقول لي وما آتيناهم ما أننا نسين إيها من كتب يدرسونها يا أخريان يعني لقوم سود جين وحان إشيق آيان علمي وما آيان كتب كهذا يسمعيان وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير هذه قهرتانا هدي وما الله صادرين بميدو الدقة وحيابا حن إيه ما عرقت لور درسك يأيني هلاك سمان كيانا يا وقدقة ما الله صادرين با. وقال تعالى الوحيد لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون سيادة قدقتو قالوا أنا بيالكو دلو الدقين وابا ما عرقتسك غافلين ومين تبر كساسة لك وضع رسول كان صلى الله عليه وسلم أمي والي لغشة والغت المامي وعلى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقوة ما أرغتين رعسا رسولك النبي قاها يا أمي قاها معناه وحمق وروحنا ما أخريه وعي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا كتاب كان آتك أقيمة أبدا ووحو البو خير أي كبوحان يليمد وهذا معجزة ووحو سوى كلام عن كراءان يجيرين وخلق قال له أكوها نوري فسمعي تسنة سامركة إن رسالة رنتهاي معجزة أنا وجرت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ماذا مرك الرسول صلى الله عليه وسلم لقول شيء قايو أمام بيسعى وطاعين من ماذا سعدين سا مرك عربت وأميين رسول صلى الله عليه وسلم هو أمي جاهلي ذو مرك هو وتيري وحلو تيري جاهلي جاهلي يقول هو علم الدرة جاهلي مرك هو محي ومران رسول جوجين كتابنا جيرين وحلقوا ذا وحي رسول صلى الله عليه وسلم كهرئي الله وحير ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يقول لو ديغا يا وينك رسولك صلى الله عليه وسلم وحا ها اسمه جنينة وقروح لينا رقا هاو موجنينة سيدي جاهية دي هو الرئيسي اي قروح دو دا رقا اوه موجين جيرين جاهية دا وروحا لوشاق نبي الله عيسى نبي الله محمد انتو دا حيسي حاكرا لوشاق نبي الله آدم يو نبي الله نوح انتو دا حيسي اقوار فربادان باكو جرت لكن وواحو الاسلام كي كوري انت رسولك صلى الله عليه وسلم صبحين كور
وحجير جروا جاهلا ساس أولى لغير مرك أنت الرسول صلى الله عليه وسلم صاب حين عالمك بعد وقصنا يقال لما يلحق صاب توه رسالوين كهاره يا بابا أي ولا جت علمي يهود مركو يبدلين كتاب كي تورات أها قال لما فرمضان مسويد حجليين كريستان كنا سيد وكله كتاب كود إنجيل أها وابدلين وقت وقصوا دقي نبي الله عيسى وحن جرين وبلان بلغة سو بوحي ونين بولس لي راهدو شاول لي جري ويهودي اها وآدو النعباء وسو هرجي نبي الله عيسى يا مكر سميهي يا خيانو سيو دينت نبي الله عيسى وفساديو إنو الرميسين يهبو موجيهي نبي الله عيسى وكشلاي كسو هرجيتك وكسو هرجي جري ولا كسو هرجي جري موقتان حريان أركيبو اللي يسوس شاقان آيو مركاسو مركا نبي الله عيسى وان رميهيبو اللي هاي نصارى دينه ورمايان وحو بول وشيغانايي كدبنا انجيشي نبي الله عيسى لو سودجيي يكبو حي شرك وكفر او عقيدان تثليث كلا يراهدو يو كاني ثالث ثلاثه ان ليرا الله سدح بو كي سدخيه ياهي يعني لبا كلو سدخيه يا وحاسو كان مرك شرك فربان بو كبو حي دينتود اهل الكتاب مركو وا كاوين لون سنايه انت الرسول كلا سو سارين كور وين لون سنايه إلا وحي رؤوسها رموين إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم يكين دون شيخ إلا بقايا من أهل الكتاب رموين قارير بأمرك هرسنا أو أن دينك كقالوا بي وأنا كواس لازم أين نقضان هو نبي الله عيسى رعسنا طب تمدع كرتو يهودي رسول صلى الله عليه وسلم وقته كوري أو توصل ما بدع كرتو سببت لمن نبي الله عيسى ديدين ساسي مركا أنا شغل كلين دينتي عرفت مرك لما يقيم سمين قرأ ديمي هو رأس كرعة ويهود يهود واقع راعين وواحد أركيس عرب سك يهود نقطي يمني مالك لما دقنا قارب أنا صار ذي راعي صدق ساسنة ذي أوكله قارب مجوز ذي راعي قال أنا وحي كسوق ناين توحيد نبي الله إبراهيم دين كيس نبي الله إسماعيل دين كود هي كسوق ناين قارانكو حجاز دقنا ومكة كأجدوا يهو إسكاف في عن حال كود وفي عن عربتي ما كا غدوي يا وها كسو دح بحي ان ليرا عمرو بن لحي الخزاعي بقر بو ايغو واه مرك مدح بو واه عباده موجين جيري صلاح شام بو اده مرك و خوغا واي سو داوينايا علي و هو ارك مرك اهل شام اصنام تعبدايا تيبا لا قرخوناتي مركو سو نوقدي اصنام سو سو توبا يمد بو لا سو نوقد ادن و هو بارا بو را راديو فتشي اصنامتي كل كوسي سو كدوغني وقتي نبي الله نوح كدب ود يسواعي يغوثي يعوقي نصري طوفانتي ما موقتي قريسي مركز الشيطان كي اوتوسيي أساقي مركز سوق قضي مركز سوق ساري مركز قيبي قبائن شعربتا او يرسنا ميدان عابودا وانا كييلان شركي مركز سوق قلي للك حجاز يا عربي كلبا دينت نبي الله إبراهيمنا ولا بدري حوالينا قاربا سنة ميدان لو ادائي داران مكي واحنا دران سائبه وحلى يراهدو ليس من جيران وصيب السوائب وليه سيدا درت الرسول صلى الله عليه وسلم واركي يسوى من دعي الرديسة جيداية ونارت كلها جيداية هدو عمر من لحيي ولا عقابة وإذا التوحيد لا يستو يشركي كان ننكاس مركا حالدا عالمكو انت الرسول صلى الله عليه وسلم صواب بحيني كور بادي عدبي كسوغنات كوذا كتابي انت اه يكوذا امي انت اه لما انتو إلا أهل الكتاب كحيرو كارم وغي ودينك حقها كسوغنا لكن شيخ علي شيخ فوزان ايه لفتو وقت الرسول صلى الله عليه وسلم سارع وحي الكور وابعنا ما ذنبه مقدي أدونك دمرك مارت وضع عميمي حديث وحاكسوا أروري إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني أبغضهم وهو عرض مقتهي ولي مارتي عرض آتك أدرم با يعني مقتل إلى هذا نعيبك مقدي عربهم وعجبهم كود عرفتا يفعربوا كود الله يكود عجمتابه وكون عربوا كود المقتهي إلا بقايا من أهل الكتاب موغي وحي ركسوا على الكتاب موغي ما لو سرهم مركا حقي أيه هستين نبغوا أوليهم وحن لو لجدا كون نبي الله عيسى دين تيس هستي سببته يهودي كو قالوا ده عيسى دين دين كي نبي موسى ما هستان توردنا دم هستان لا تورد مكتاي نبي كده مسنين خويا بشيء عيسى مكت مركا دين لام بيدعى مركا يلا مكت قال وجرو عاد كودرم جاهلية أصلا لوجرو وطريقي أنو عدين يا الله وصو صار نبي الله محمد سيدتك مقدي كل لغة بحيو نور كل لغة صوب بحيو
galad al uu ku galadeystay dadkii uu ka dhigay soo saaridii rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo saaray marka jahiliyadu waa cilmi la'aan wax ka soo loonis baa jahiliyana waa wax xun sidii maarad walaa tabarajna tabarujal jahiliyatu ila aidan soo sheegayno kale naagii waxa loo diiday marka inay ismuujiyaan oo quruxdooda muujiyaan oo suuqyada iyo maaratay ismuujiyaan waliba tabarujku waxa ku jira nooc maaratay isqaad qaadi iyo kibri ah marka ahli jahiliyadii haweenkoodu ay maaratay isoo muujin jireen ragga soo muujin jireen oo cowradooda maaratay ay feedi jireen gaar ahaan tawaafki tawaafki waa maaratay been loo sheegay oo la yiri dharkii aad alla ku soo caasideen inaad ku tawaafaysaan magaasay dharka iska tuuri jireen haddaan maaratay kuwii xamsiga ahaa aanay dhar siinin aayad kale alla wuxuu yihi jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliya waqti alla uu yeelay kuwii gaalada qalbigooda anafo iyo isla weyni iyo kibir marka anafada maaragtay wax keensada aanay jirinoo sabab aan lahayn yaa xamiye la yidhaahdaa xamiyadaas marka maxay ahayd oo xamiyata aljaahiliyata weliba ah jaahiliya loo nisbeeyey sababtoo wax xaqiran oo aada u fool xun rasuulka sal sl nabinimadiisiiyo diideen waxay kaloo diideen bismi illahi raxmaan raxiim in la qoray diideen teeda kale waxay yidhaahdeen ma waa cumraysanayn sidba rasuulka sal sl dagaal uma soconin inuu cumraysto kaliya u socday cumradiina waa u diideen marka waa xamiya yaa keenaysa oo wuxuu isu arkaa inay isaga liidnimo ay ku tahay iyo maaragtay inuu hoos yani u dhacay oo kale inay tahay u arkaan haddii maaragtay rasuulka sal sl uu cumraysto iyo saxaabadii la socotay marka waa isla weyni aan maaragtay sabab lahayn qofku waxyaaba qaar haduu diido laakiin wax sabab ay leeyihiin oo qofkaas waa qofkii dulmiga diiday baa leeyahy taas lama caayin iyada marka anafe iyo kibir baa qalbigoodii alle uu geliyey oo mid xun ah oo jaahiliya loo nisbeeyey sidaa darteed rasuulka sal sl markuu maqlay nin ansaartii ka mida oo asaga iyo nin kale muhaajiriinta ka mid waxoogaa isku dhaceen iyadoo weliba maaragtay khaswi iyo dagaal iyo jihaad loo baxay oo ansaari uu yidhi waa maaragtay yaa ansaar ahay muhaajiriin uu yidhi muhaajiriinay uu yidhi mid walba qoladiisu u yeertay marka saaxiibadiisu u yeertay markaas wuxuu yidhi rasuulka sal sl abidac waljaahiliya ma jaahiliyadii loo yeeran jiray baad u wacanaysaan oo u habar wacanaysaan waana beynahadorikum anoo dhexdiina jooga dacuuhaa faraha ka qaada oo ka fogaada fa innaha muntina waa wax qurmaayo xune bukhaari muslim baa weliyay muminiintu marka waa dad walaalo ah kii ansaariga ahaa iyo kii muhaajiriga ahaa uma dhexeeyo farqi qabiil hebel iyo qabiil hebelna kalama sarreeyaan diinkay walaal ku yihin iimaanka waa sidii jasad waaxida oo kale maxay ku kala sarreeyaan marka waa taqwada uun ina akramakum cinda allaahi atqaakum kan idinkugu sharafta badan alla agtiisa waa midka idinkugu alla ka cabsi badan marka umuurta jaahiliyadu kulligeed waa wada xun yihiin waana nalaga reeba maarata ahlu jaahiliyada inaan ku dayanno jaahiliyadii maaragtay caamka ahaydna waxay ku dhammaatay rasuulka sal slam soo diridii lasoo diray jaahiliyada caamkeed waa dhammaatay cilmi baa alla keenay iyo iimaan qur-aan iyo sunnaa soo degay cilmigii baa faafay jaahiligii baa suulay qur-aanku waa joogaa sunnadii waa inoo joogtaa ahlu cilmiga hadalkooda waa joogaa jaahiliya marka caamuhuma jirto laakin dadka qaarkood in wax ku baaqi noqdaan qabaailka qaarkood wax laga helo buldaanta qaarkood wax laga helo waa jaahiliya juz'i ah marka haddii nasabkii wax laga sheego ama maaragtay axsaabtii lagu faano ama maaragtay qofkiin inta loo ooyo ama xidigihii maaragtay istisqaa lagu sameeyo kulligood waa afar shay oo arrimihii jaahiliyada ka mid ah oo weliba inay maaragtay jiri doonaan uu sheegay rasuulka sal lay slam marka laakin waxaa la diidan yahi la yihahdo waa jaahiliya kulligood jaahiliya ku sugan yihiin oo wax hagaagsanba ma jiraan ama caalimka kulli jaahiliya ku sugan yahay taa waxaad moodaaba inaad diidaysaba risaaladii rasuulka sal lay slam oo qur-aankii sunnadaa meesha ka saarayso laakin dadka qaarkood aa jaahiliya ku jirta jaahiliya noo soo dhuuman karta wax kitaabkan hadda loo baranayaba waa maxay waa inaan jaahiliyadii kusoo dhuumanin caraftu shara laali shari shar baan gartay shartii inaan daqabsado ama ku dhaco ma rabee laakiin maxay tahay waa litawaqiihi inaan iska ilaaliyo yaan u bartay waman laa yacrif shara min alkhayri yaqac fiihi qofkan sharta iyo khayrka kale saari karin sharti inuu ku dhaco yuu halis u yahay cumar bnkhataab waxaa laga wariyay inuu yidhi waxaa dhow in guntimihii islaamka xabaxabad loo burburiyo haddii islaamka dhexdiisa uu ku dhasho qof aan jaahiliyada aan garanaynin qofka marka jaahiliyadii aan garanaynin oo cilmigeeda aan yeelanin oo aan ka warqabin qur-aankii sunnadii waxay u dhowdaa inuu ku dhaco shaytaankii baa dadka u qurxinaya mogti jaahiliyadii dadka ugu yeerayaan iyo in lasoo nooleeyo weliba jaahiliyadii xaaladaheedii iyo shirkigii bidcadii iyo khuraafaadkii si islaamkii loo burburiyo marka sheekh maxamed cabdulwahaab marka uu yidhi waa acdamu masaa'il jaahiliya jaahiliya masaa'ishooda midka ugu weyn ugu daran ugu khatarta badan waa cadamu iimaani alqalbi bimaa jaa'a bihi rasuulu sal slam qof waa qofku inaan rumaynin wixii rasuulku sal lay slam uu la yimid sababta ahlu jaahiliyadii way beeniyeen rasuulka sal lay slam mana rumaynin
xanuunkii lala soo dirana ma aanay qaadanin. Taa marka haddii kusii darsanto in wixii aljaahiliyada ku sugnaayeen la quruxsado kula qurxoonaadaanna khasaaradii wayba dhammaystirantay. Marka daahirkiiyo baatinkiiba waa laga xumaaday. Oo baatinki waa maxay? Iimaankii waa meesha ka baxsan. Daahirkiina waa maxay? Waa umuurta jaahiliyada oo kula qurxoon. Haddii daahirkii iyo baatinki marka wada kharibmaan, khasaaradii way dhammaystirantay. Jaahilnimadaana marka taa keenaysa iyo qofkii oo jaahiliyada arrimaheedii aan garanaynin ma bannaana in jaahiliyadu wixeedii ay kula fiicnaadaan ee waxaa waajiba in la inkiro oo ay kula foorxumaadaan qofkii ay la qurxoonaato ee isaga marka isagaaba ahlu jaahiliya ka mid noqonaaya. Wixii xaqa ka soo haran waa baatil. Waladiina amuru bibaatili, kuwa baatilka rumeeya wa kafaruu billaah lana maaratay ku gaalooba ulaa'ikum alkhaasiruun wabillaahi tawfiiq.